المتحدة نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا، نصفها تقريبا لإنتاج البنزين. على صعيد الأسعار، بعض التراجعات لاحظناها اليوم على أسعار الخام، بداية مع برنت الذي ينخفض بنصف النقطة المئوية إلى 51 دولار و76 سنتا، والأمريكي الخفيف أيضا خلال التداولات يسجل بعض التراجعات بنصف النقطة المئوية. طبعا أمور عدة تؤثر على أسعار الخام. ارتفاعات الدولار اليوم جعلتنا الخام بعض الشيء أغلى ثمنا على حائزي العملات الأخرى. من جهة ثانية أيضا عودة الشهية إلى المخاطرة في بعض الأسواق بأسواق الأسهم العالمية خففتنا الإقبال على بعض الاستثمارات الأخرى، وأيضا ترقب اجتماع أوبك الأسبوع أو عفوا بعد أسبوعين تقريبا ب 22 من سبتمبر يضغط أيضا بعض الشيء على أفاق الأسعار. بالأسواق العالمية استعدنا انتعاشة طفيفة يوم أمس، والانعكاس الإيجابي يظهر أيضا اليوم. وستريت كانت أنهى التعاملات يوم أمس على إيجابية، وأيضا البورصات الأسيوية أظهرت أداء إيجابيا اليوم. كذلك المؤشرات الأوروبية تحركت بشكل إيجابي مع انطلاق الجلسة. الدولار كان تعافى من أدنى مستوى بأربعة أشهر مقابل ين الياباني، مع انحسار مخاوف المستثمرين بشأن التجربة الصاروخية الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية. ورأينا إقبال أكبر من قبل المتعاملين على الأصول التي تنطوي على مخاطر أعلى. اليورو رغم ارتفاعاته القوية التي بلغ بها مستوى مرتفع بسنتين ونصف السنة مقابل الدولار، تراجع قليلا اليوم بربع نقطة دون 1.20 ل 1.1945. استرليني يبقى مناهزا لأعلى مستوى بأسبوعين تقريبا مقابل الدولار. الدولار ين عند 109.82، الين الياباني تراجع قليلا مع قوة الدولار وتعافيه. الفرنك السويسري الذي يعد أيضا ملاذ آمن بأوقات الضبابية السياسية والمالية يسجل أعلى مستوى أمام الدولار في حوالي عامين. الفرنك السويسري عند 0.9562. وكما ذكرنا استفاد اليورو طبعا من ضعف الدولار بشكل عام. لننتقل أيضا إلى الذهب الذي ارتفع لأعلى مستوى في حوالي 10 أشهر، ونرتفع أكثر حاليا إلى 1312 دولار تقريبا. بالتالي الذهب كسر مستوى مهم فنيا ويتماسك عند مستوى قياسي مرتفع. كذلك الفضة عند 17 دولار و45 سنت، وسعر الفضة مرجح للمزيد من المكاسب، علما أن عموما الأسواق الخاصة بالمعادن حققت مكاسب قياسية في الفترة الأخيرة، والبلاديوم أيضا على مستويات قياسية مرتفعة. المؤشرات الأمريكية كيف أنهت جلستها أمس بهذه الطريقة، وداو جونز عوض الخسائر السابقة التي وصلت تقريبا ل 100 نقطة بعد إطلاق الصاروخ من قبل كوريا الشمالية والتوترات الجيوسياسية. على صعيد الجلسات الآسيوية اليوم أغلقنا على بعض إيجابية في بورصة طوكيو وعوضنا الخسائر السابقة، والنيكي عند 19500 نقطة تقريبا. لننتقل إلى الجانب الأوروبي، عاد المستثمرون أيضا للإقبال على الأسهم، هذا ما دفع المؤشرات للارتفاع في موجة صعود عامة تقريبا بالبورصات الأوروبية. أعقبت فترة المخاوف المتعلقة بالعوامل الجيوسياسية التي أدت إلى انخفاض حاد في أسواق الأسهم بمختلف التداولات ببداية هذا الأسبوع، والتعافي اليوم نلحظه بالداكس الألماني، بالفوتسي، الكاكارات، أيضا يوروستوكس 50 مرتفع بنحو نصف النقطة المئوية. ختام هذه الجولة الاقتصادية، نعود الآن إلى سامي.